السلام عليكم متابعي دراما سبورت. بالبداية هارد لك لمنتخبنا خروجه من كأس آسيا للمنتخبات دون 23 سنة. بعرف أغلبكم زعلان من خروج المنتخب، هالشي بدل على محبتكم وحرصكم على أنه تكون منتخباتنا من أفضل منتخبات آسيا، خصوصا أنه عندنا المواهب واللاعبين اللي بإمكانهم الفوز على أي منتخب آسيوي، بالأخص بعد تراجع مستوى أغلب المنتخبات. أنا كمان مثلكم زعلان على وضع المنتخبات السورية، واليوم أثناء متابعتي للمباراة مع الصديق لقمان لاعب نادي النواعير سابقا، طلعنا بنتيجة أنه المنتخب لازمه خطة مدروسة من اتحاد كرة القدم، ولازمه كتير شغلات راح أحكي فيها بفيديو اليوم. ما راح أدخل بتحليل مباراتنا مع فيتنام لأنه أغلبكم من خلال التعليقات لخص الوضع السيء للمنتخب السوري بآخر مشاركة شاركنا فيها. المستوى العام للمنتخبات السورية ما بدي حدا يحملها لضعف الإعداد والأزمة وأغلب الحجج اللي ملينا منها، وصار لازم اتحاد كرة القدم يلاقي غيرها ليقنعنا، لأنه لما نشوف منتخبات مثل فيتنام وماليزيا تتأهل للدور الثاني وبالمقابل منتخبات مثل السعودية والأردن وسوريا تطلع، فأكيد الخل مو من الإعداد والتحضير، لأنه ما في منتخب حضر ولعب مباريات مثل منتخب السعودية. كمان منتخب فلسطين مفاجأة البطولة ما حضر وما عمل أي مباريات ودية، ورغم ذلك تأهل للدور الثاني بأداء ونتيجة وبعدد كبير من الأهداف. مشكلة المنتخبات السورية بشكل عام بتكون بشخصية اللاعب في الملعب، وبالأخص منتخبات الناشئين والشباب لحتى الأولمبي. أغلب لاعبي منتخبنا بيغلب عليهم الرعونة والتسرع، واللي كانت السبب بفشل منتخبنا بتسجيل ولو لهدف واحد قدام منتخب فيتنام، اللي فيني أعتبره منتخب متواضع بالنسبة للأداء اللي قدمه ضد منتخبنا. المنتخب الفيتنامي لا بنية جسمانية ولا مهارات فردية، الشيء الوحيد اللي كانوا عم يلعبوا عليه هو الدفاع المستميت قدام منتخب سوريا، وبالنهاية استفادوا من سوء إدارة المباراة من قبل الكابتن حسين عفش. الكابتن حسين عفش للأمانة قدم بمباراة كوريا وفيتنام منتخب مغاير عن مباراة استراليا، وحسن المنتخب من الناحية الدفاعية وحاول ضمن الإمكانيات المتاحة، بس بالنهاية ما قدر يلاقي حل للعقم الهجومي للمنتخب، لأنه إذا المنتخب ما سجل بثلاث مباريات إلا هدف واحد وكمان عن طريق خطأ من المدافع الأسترالي، فبيكون كله نتيجة عدم تفعيل الناحية الهجومية وعدم إيجاد الخطة اللازمة لتسجيل هدف واحد على فيتنام. كان في حظ سيء لازم المنتخب وهالشي ما ننكره، بس عدم تحرك الكابتن حسين عفش وطريقته بتوجيهات اللاعبين كمان بتحملوا شوي من المسؤولية. لاحظت عدد كبير من المتابعين انتقدوا اللاعب محمد رأفت مهتدي وحملوه تعادل المنتخب. أنا بصراحة بخالفكم الرأي، ورأيي بيتحمل الخطأ والصح، بس هاللاعب بالذات أنا شفته قدم اللي عليه وحاول يسجل بس ما وفق بالتسجيل. طبعا التوفيق أحيانا بيكون بعيد عن اللاعب المهاجم، بس كمان المدرب فيه يوجه اللاعب ويعطيه الحلول اللازمة وإمكانية التمركز السليم بالملعب. معقولة مهاجم الصندوق يرجع يدافع ويرجع يستلم الطابة من نص الملعب؟ طبعا هالشي بيصير إذا كان لاعب مثل سواريز وعنده لاعب مثل ميسي جنبه، بس بحالة رأفت مهتدي فهالشي ما كان له ضرورة بالمرة. مهاجم الصندوق أو المهاجم رقم 9 مهمته الرئيسية التمركز الصحيح بمنطقة المنافس وتسجيل الأهداف، والتمركز السليم مستحيل يصير إذا اللاعب عنده مهمات تانية أجبر المدرب أنه يعملها. عمر السومة أغلب المباريات بيكون عم يمشي بالملعب، بس من نص فرصة ممكن يسجل لأنه هاي شغلته وبيكون بكامل تركيزه، بينما رأفت مهتدي كان يركض يمين ويسار ويتحرك مع لعيبة الوسط، وهالشي من الأساس ما كان له داعي، بالأخص أنه منتخب فيتنام مو هالمنتخب اللي لازم تضغط عليه من ملعبه. فيك تعطيه فرصة ليتحركوا ويتركوا مراكزهم وبعدها تجيهم بهجمة مرتدة وتسجل عليهم هدف بكل سهولة، أما تمسك الطابة وتستحوذ الاستحواذ السلبي مثل كل مرة فأكيد هالشي بتوجيهات من المدرب. ولهالسبب الكابتن حسين عفش أنا شايفه أخطأ بقراءته للمباراة، بالرغم من محبتي له ورغبتي باستمراره كمدرب للمنتخب. المنتخب عنده عناصر كويسة، واللي لفت نظري يوسف الحموي ومؤمن ناجي كأظهرة، وكمان عبدالله جنيات وفارس إرناؤوط بالدفاع مستواهم كويس، عدا أنه المرمور والأشقر وعنز وأحمد الأحمد عندهم مستقبل مميز. المنتخب ما لازم نقتله ونشتمه للخروج من هالبطولة، لازم نعطي هالمجموعة من اللاعبين فرصة تانية، أنه في عندنا مواهب ونجوم وأنا متأمل فيهم خير. اتحاد كرة القدم لازم يراجع حساباته، لأنه منتخبات سوريا للفئات السنية كلها يا طلعت من التصفيات يا طلعت من البطولات من الدور الأول. لازم يكون لاتحاد كرة القدم خطة مدروسة لمنتخبات الفئات السنية، ويطلعوا للإعلام ويشرحوا للجمهور أسباب فشل المنتخبات السورية، ويلاقوا أسباب نقتنع فيها وما تكون أسباب ملينا منها. ما في عند اتحاد كرة القدم أي حجة، هاي منتخب فلسطين تأهل وعنده بدال الأزمة ألف أزمة، وإذا حكيت لكم كيف سافر لاعبي المنتخب الفلسطيني للصين فأكيد راح تقتنعوا إنه الشغلة مو بس احتكاك ومباريات ودية.
الشغلة خطة مدروسة ولعب جماعي وإدارة فنية تستفيد من أخطاء المباريات لتعيد حساباتها وتحقق الانتصارات. هذا كل اللي حبيت أحكيه لليوم. بتشكر تفاعلكم ومتابعتكم، وبتمنى ما تنسوا الإعجاب والتعليق.